المدرسة السريالية. تأسست السريالية عام 1924 ميلادية في فرنسا، عندما نشر الكاتب أندري بريتون بيان السريالية، وحدد فيه مفاهيم هذه المدرسة وإطارها العام، والحاوي لمحاولات التعبير عن عوالم اللاوعي والإزدواجية والأحلام والكوابيس، وعوالم تضم الحالات التشاؤمية والسوداوية والموت والرعب والضجر وغيرها. والسريالية كلمة مركبة من كلمتين هما سوغ ورياليزم، وتعني فوق الواقع. وكان أول من ابتدع هذه الكلمة هو الشاعر الفرنسي أبولينير. والسريالية وليدة المحنة النفسية والفكرية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وقد بدأت بنجاة بعض من الفنانين والكتاب والشعراء كانوا قد اشتركوا في الحرب العالمية وذاقوا أهوالها، ولم ينجحوا في التخلص من القلق الذي أصبح ملازماً لهم من أثر الحرب. تجمع هؤلاء الأدباء والشعراء والفنانين في باريس، وبدأت ثورتهم التي عرفت بالسريالية، وكانت بقيادة الشاعر أندري بريتون عالم الأدب والفن. فيمكن القول بأن السريالية دعوة لمغامرات نفسية وفنية ومحاولات لاكتشاف ظلمات النفس. فهم يعتقدون أنه لا يكفي أن يقتصر الإنسان على الواقع الذي يدركه المنطق، وقد كانت السريالية تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة والتصورات الخيالية وسيطرة الأحلام. وقد وصف النقاد اللوحات السريالية بأنها تلقائية، فنية ونفسية، تعتمد على التعبير بالألوان عن الأفكار اللاشعورية والإيمان بالقدرة الهائلة للأحلام. وتخلصت السريالية من مبادئ الرسم التقليدية في التركيبات الغريبة لأجسام غير مرتبطة ببعضها البعض لخلق إحساس بعدم الواقعية، إذ أنها تعتمد على اللاشعور. اهتمت السريالية بالمضمون وليس بالشكل، ولهذا تبدو لوحاتها غامضة ومعقدة، وإن كانت منبعاً فنياً لاكتشافات تشكيلية رمزية لا نهاية لها، تحمل المضامين الفكرية والإنفعالية التي تحتاج إلى ترجمة من الجمهور المتذوق كي يدرك مغزاها حسب خبراته الماضية. والإنفعالات التي تعتمد عليها السريالية تظهر ما خلف الحقيقة البصرية الظاهرة، وفي هذه الحالة تكون اللوحة أكثر صدقاً. مدارس الفن عديدة ومتزامنة، والنقاش فيها يطول، ويطول الشرح كثيراً عند التطرق إلى مدرسة مثل السريالية بالتحديد، على الرغم أن هناك اختلاف شديد حول فهمنا للسريالية. فقد يرى البعض أنها مدرسة، ويرى البعض الآخر أنها مذهب فكري. في البداية يجب أن يحدث نوع من التقعير والبحث في نشأة هذه المدرسة، لأن المدرسة الهلع والفزع الذي أصاب أوروبا في تلك الفترة بعد الحرب العالمية الأولى نشأت عنه مدرسة أخرى خرجت السريالية من رحمها، وهي المدرسة الدادية. والداديزم هي مدرسة كانت تعني بأن الخروج عن التقليد، أو هو كل ما هو مفهوم، كل ما هو نعتقد أن في مجال المنطق والرؤية التقريرية، إلى عوالم مختلفة كثيراً، كوضع في معارضهم وضعوا بعضاً من دانات الحرب، من طلقات الحرب، من بيوت من حديد وخردة، وكان لها رواد كثيرين. في الحقيقة خرجت السريالية إلى العالم تنبض بأعمال رائعة تقوم على التحليل النفسي والفكري. حلم اليقظة كان مهم جدا في فكرة نشأة السريالية. الإنسان يخرج عن مضامين، لأن العالم الكلاسيكي الأولاني اللي تعود عليه الناس وتعودت عليه المتلقين والمفكرين والباحثين والنقاد أصبح في منطقة مأزومة. لدى بعد الحرب بالتحديد، أو بعد الحرب بالتحديد، حدث هذا الانشقاق النفسي والفكري. حلم اليقظة كان مهم جداً في فكرة نشأة السريالية. أتحدث عن الفنانين
في الحركة السريالية أو اللي انتموا إليها هنلاقي إن في منهم من عمل بمجال الصحافة والدعاية والإعلان ومجالات المسرح وغيره والسينما وغيره يعني وفوتوغرافيا وهكذا. وفي نفس الوقت برضك أنا الحقيقة يعني أقدر أذكر بكل فخر إن أنا أمضيت 4 سنوات في القوات الخاصة من 71 ل 67 ل 71 على الجبهة. وبرضك أنا بذكر ده ليه، المحطة دي ليه، لأنه برضك هنلاقي أنه في نفس الفنانين اللي احنا هنشير إليهم وهنذكر أسمائهم برضك مروا بتجربة الحرب المريرة بعد الحرب العالمية الأولى، كما لو أن التاريخ بيعيد نفسه أو بيبقى فيه يعني في قواسم مشتركة بتجمع الفنانين في أنحاء مختلفة من العالم. خلينا نبدأ بالفن التشكيلي، لأن كتير قوي من الناس بيحصل عندها خلط في المصطلح، في معنى المصطلح. يعني لما نقول إيه الفرق بين فنون جميلة فاين آرت وفين وبين الفن التشكيلي اللي هو بلاستيك آرت أو فيجوال آرت، يعني طبعا الفنون الجميلة على غرار الكلية أو كل الأكاديميات اللي في العالم اللي بما فيهم الكلية اللي أنا بنتمي إليها كلية فنون جميلة كلها بتعتمد على الدراسات الأكاديمية، والدراسات الأكاديمية المثل الأعلى بتاعها هو عصر النهضة، كل ما يتعلق بعصر النهضة بكلاسيكيات عصر النهضة نزولا بالتعليم المدرسي يعني والقواعد الأساسية اللي بتؤهل أي دارس أو طالب فن أن يتعلم الأساس والقواعد الأساسية للرسم واللون واستخدام اللون والتكوين. فده الأساس لأي طالب فن عاوز يبقى فنان بعد كده ويبقى محترف فن أو يبقى مبدع. الفنون التشكيلية بقت بتطلق على الفنانين اللي بيبدعوا وينتجوا أعمال فنية بخامات وبرؤى مختلفة وبتقنيات مختلفة فكل حاجة بتخضع للتشكيل. تميزت المدرسة السريالية بالتركيز على كل ما هو غريب ومتناقض ولا شعوري، كما تميزت بالتركيبات الغريبة لأجسام غير مترابطة مع بعضها البعض لخلق إحساس بعدم الواقعية، فهي تعتمد على اللاشعور والإيمان بالقدرة الهائلة للأحلام. وقد اعتمد فنانوها على نظريات فرويد رائد التحليل النفسي، خاصة فيما يتعلق بتفسير الأحلام، والفنان السريالي يكاد أن يكون نصف نائم ويسمح ليده وفرشاته أن تصور إحساساته العضلية وخواطره المتتابعة دون عائق، وفي هذه الحالة تكون أكثر صدقاً في نظرهم. ولوحات السريالية عموماً غامضة ومعقدة لأنها اهتمت بالمضمون أكثر من الشكل، وكانت منبعاً لاكتشافات تشكيلية رمزية لا نهاية لها. وعند السرياليين الخيال الجامح هو نقطة البداية، فهم يعرفون الخيال أنه الشيء الذي سيصبح حقيقة، ولقد وصل معهم الخيال إلى حد الجنون. وأشهر نموذج للجنون في السريالية هو الرسام سلفادور دالي. أما الأحلام فكان حلمهم أن يخرجوا بأي شيء مألوف، يستعمل عند الناس استعمال مألوف إلى شيء لم يتعود عليه الناس، فحاولوا جمع أكبر عدد ممكن من الصور التي لا يقبل المنطق أن تكون متقاربة أو متتابعة. وهدفت السريالية إلى إنشاء ثورة في التجربة الإنسانية في كافة جوانبها الشخصية والثقافية والاجتماعية والسياسية، فقد أرادوا تحرير الإنسان من العقلانية الزائفة والعادات والبنى المقيدة. وأعلن بريتون أن الهدف الحقيقي للسريالية هو تعيش الثورة الاجتماعية وحدها. ولهذا السبب تماشت السريالية في العديد من الأوقات مع الشيوعية والأناركية
الفوضوية أو اللاسلطوية. الإنسان يخرج عن المضامين لأن العالم الكلاسيكي الأولاني اللي تعود عليه الناس وتعودت عليه المتلقين والمفكرين والباحثين والنقاد أصبح في منطقة مأزومة لدى بعد الحرب بالتحديد أو بعد الحرب بالتحديد حدث هذا الانشقاق والخروج عن نص كل ما هو مألوف ومعروف. سلفادور دالي كان ذلك الشاب الذي تأثر بمفاهيم أندري بريتون وتأثر كثيراً بفكرة الحلم والهلوسة وصناعة الحلم في اليقظة. نعتقد أن السريالية من عالمها هي خرجت أصلاً من كمان في القديم خرجت من الأسطورة. لو رجعنا إلى مصر القديمة نجد أن المصريون كانوا هم الأساس في صياغة الأسطورة، نجد الأسطورة الأزيسية ومدى تأثيرها الحقيقي على ثقافات متتابعة بعد ذلك، ثم نجد أقرب الأشياء إلينا الآن نجد أبو الهول وهو جسد امرأة على رأس امرأة على جسد أسد، وبالتالي الأسطورة عرفت مصر القديمة معناها الحقيقي. تراكمت الحضارات حضارة تلو الأخرى لتكون عوالمها باحتكاكات فكرية. في موضوع أيضا في غاية من الأهمية أن اكتسبت السريالية في تلك الفترة وهي أنشأت سنة 1917 نجد أن مجموعة من الفنانين أمثال ديشامب أمثال ماكس أرنست، وفي مصر أيضا لدينا من الإرهاصات الحقيقية لحركة طلائعية كانت موجودة في مصر لمدرستين، مدرسة الفن والحرية ومدرسة الفن والحياة، وخرج لنا عبد الهادي الجزار الذي اهتم كثيرا بالميثولوجيا المصرية أو الأسطورة المصرية. نرجع مرة أخرى إلى أفكار ومفاهيم سلفادور دالي في أعماله، نجد له عملا في غاية الأهمية ويحدث النفس البشرية بالتحليل الفكري والنفسي في لوحة شهيرة اسمها سيطرة الذاكرة، ويتبعها أيضا لوحة في غاية الأهمية وهي لوحة الزرافات المشتعلة. نجد التأثيريون كان همهم الأكبر الدخول في العمق الإنساني والحفاظ على الشكل العام المنطقي اللي تقرره خطوط وأشكال وألوان الفن في العالم كله. طبعا المدارس كانت متزامنة، ربما كانت مدارس متزامنة ومتلاحقة وأخرى منفصلة عبر التاريخ. نشأت السريالية في القرن العشرين وكان لها مدى التأثير الساحر أيضا في أوروبا، ووجدت لها طريقا طويلا ممتلئ بالمحبين والعاشقين لتلك الفن. الفنان الأول كان لما يحب يعمل لوحة يرسم موديل أو بورتريه فيحط قدام منه بيسجله أو بينقله كما هو في الطبيعة، يتعامل مع الطبيعة يسجلها أو ينقلها كما هي. إنما لما بدأ يبقى فيه شيء من التصرف والحرية، وهي بدأت بداية الحرية التعبير بدأت مع عصر النهضة أيضا، فبدأ الفنان يستقل تدريجيا عن يعني القواعد الصارمة وعن التعليمات أيضا الصارمة لرجال الدين، لأن كان معظم المواضيع مرتبطة قوي بالكنيسة وبالتعليم الإنجيل يعني. لكن لما تحرر الفنان فبدأ هو يصيغ العناصر بتاعته حسب ما هو يرى وزي ما هو عاوز، ويبقى اللوحة عنده بتبدأ من الألف للياء طبقا ويصيغها طبقا لأبجدياته ولرؤيته ولطريقة معالجته وأسلوبه هو. طبعا نزولا من العصر النهضة إلى الفن الحديث هنلاقي أنه برضك أوروبا بشكل عام يعني اللي هي بتعتبر النموذج دايما الامثل اللي احنا دايما بنحتذي بيه وبنتحدث عنه، لان هي الحقيقه لها سبق رياده في هذا في مجالات الفن بشكل عام يعني خاصه ايطاليا، ثم بعد كده بقى انتقلت العواصم الفن والثقافه الى عواصم الدول الاوروبيه الكبرى زي فرنسا ثم المانيا وهكذا الحال يعني. فبالتالي شاع لفظ أو مصطلح فن تشكيلي أكتر مع الفن الحديث مع بواكير عصر النهضة يعني قصدي القرن العشرين ونزولا يعني إلى حتى وقتنا هذا، وإن كان لما بدأ
فضاء التعبير يزيد ويتسع، وبدأت الفواصل الحدودية يعني تزول أو تذوب، فبدأ المصطلح يأخذ مسمى تاني اللي هو فيجوال آرت، فن البصر يعني. أنا بحب أعرف بس عشان الناس تبقى عارفة، أحيانا إحنا بنقول تصوير، قد يفهم البعض من كلمة تصوير تصوير فوتوغرافي، كتير قوي بيسألوا أنت يعني لما بنقول بينتينج خلاص وضحت يعني ده الرسم بالألوان، أو مصور بنقول عليه مصور رسم بالألوان بينتر فتبقى أوضح، لكن لما بنقول باللغة العربية بتاعتنا أنا مصور يظن البعض إن أنا مصور، يتساءل هل أنت مصور بمعنى إيه؟ هل أنت رسام ولا يعني ولا فوتوغرافر مصور فوتوغرافي يعني؟ برضك لا، الفوتوغرافيا دخلت فيما بعد تحت مسمى التصوير الضوئي، وبقت احد الفنون الهامه جدا في مسار حركه الفن العالميه اللي هي في الحديث وما بعد الحديث كمان. كان مكتب البحوث السريالية مكاناً لالتقاء الكتاب والفنانين السرياليين وعقد مقابلاتهم ونقاشاتهم، وقد تميزت الحركة في منتصف العشرينيات باجتماعات أعضائها في المقاهي، حيث كانوا يمارسون ألعاب الرسم التعاوني ويناقشون النظريات السريالية كالرسم التلقائي. وفي البداية شكك بريتون في أهمية الفنون البصرية للحركة السريالية لأنها أظهرت أقل ليونة وانفتاحاً على الصدفة والتلقائية، ولكن تمت السيطرة على هذه المخاوف من خلال اكتشاف تقنيات كالحكي والرسوم الانطباعية، وانخرط في الحركة العديد من الفنانين البصريين أمثال جورجيو ديشريكو وماكس أرنست وجوان ميرو وسلفادور دالي ولويس بونويل وغيرهم. وعلى الرغم من أن بريتون أعجب ببابلو بيكاسو ومارسيل دوشامب وتودد لهم للانضمام للسريالية، إلا أنهم لم ينخرطوا فيها تماماً. وقد انضم كتاب آخرون كاتريستان زارا الذي كان منضماً لحركة الدادا، وريني شار وجورج سادول. وفي عام 1925 تشكلت مجموعة سريالية مستقرة في بروكسل، وضمت موسيقيين والفنان إدوارد ليون ثيورد ميسيانز والرسام والكاتب ريني ماغريت وبول نوغي ومارسيل ليكومت وأندغي سوغيس. وفي عام 1927 انضم إليهم الكاتب لويس سيكنوير، وتقابلوا بانتظام مع مجموعة باريس. وفي عام 1927 انتقل كل من جومانز وماغريت إلى باريس وأصبحوا يترددون على دائرة بريتون. وقد كان الفنانون من جذور من حركة الدادا والمدرسة التكعيبية والتعبيرية وتجريدية فاسيلي كاندينسكي وما بعد الانطباعية، وخلفيات قديمة مثل هيرونيموس بوش وما يسمى بالفنون البدائية والساذجة. وهناك مثال واضح يستخدم بين الخبراء في العادة للتفريق بين السريالية والدادا، وهو عملي ماكس أرنست، الآلة الصغيرة التي شيدها مينيم كاس دادا ماكس شخصياً عام 1925 والقبل عام 1927. وكان جورجيو ديشريكو وتطويره السابق للفن الميتافيزيقي أو الماورائي أحد العوامل المهمة في الربط بين الجانبين الفلسفي والبصري للسريالية، حيث تبنى أسلوب الرسوم التوضيحية غير المنمقة والذي اعتمده فنانون آخرون لاحقاً. وقد أظهرت لوحة البرج الأحمر عام 1913 تناقض ألوان صارخ ونمط توضيحي قام الرسامون السرياليون باعتماده فيما بعد. مارسيل ديشام وهو واحد من الذين اعتنقوا هذا المبدأ وتلك الأفكار السريالية، لكن تخلى عنها بعد فترة معينة، وأصبح لديشام دوراً رئيسياً في مدرسة جديدة ربما قد أثرت أيضاً في بناء مدارس ما تسمى ببعد الحداثة، لأنه بعد الحداثة تأثرت مارسيل ديشام بعدم الاقتناع بالقوالب الفكرية السابقة والمنصوص عليها عبر اللوجيك أو عبر المنطق عبر سنوات طويلة، إلى عوالم ربما قد يظهر فيها الفنان في حالة من الفردية الشديدة.
تميزت أعمال مارسيل ديشام زي ما قلنا في البداية بالخروج عن النصوص الكلاسيكية الأولى، لدرجة أن ديشام رسم لوحة في غاية الأهمية لموناليزا تيبيكال كوبي بيست، ولكن أضاف إليها شارب. هذا نوع من السخرية والتهكم على فنون السابقة أو على فنون عصر النهضة التي اعتنت فنون عصر النهضة في فترة من الفترات كثيراً على فكرة تفسير الكتاب المقدس ليس إلا. وبالتالي ظهرت أعمال ليونارد دافنشي، أعمال مايكل أنجلو، وهناك فنان في غاية من الأهمية له ملامح سريالية في تلك الفترة وإن بعدت 3 قرون. يعني هناك بعض الملامح المهمة لفنان من عصر النهضة، ساندرو بوتيتشيلي، وهو فنان رائع، وهو الذي صنع لوحة في غاية الجمال اسمها بالتحديد مولد فينوس، وهي تلك المرأة التي تخرج وهي في حالة من البهجة والروعة إلى عوالم من جسد لؤلؤة. إذن كان الفكر في تلك الفترة من عصر النهضة إلى 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 عصر القرن 20 هناك تفاوت زمني، ولكن كان الفن يداعب خيال الفنان في الأسطورة، فالأسطورة هي صانعة الأفكار السريالية، لأنه جه فرويد بعد فترة معينة واعتمد على التحليل العلمي في صياغة الفكر، الشعر، الأدب، المسرح، الموسيقى، السينما، كل ذلك تأثر تأثراً بالغاً بقيمة السريالية على اعتبارها إنها فناً له قيمته الحقيقية الموجودة حول العالم. أنا واحد من السرياليين والذين اجتهدت كثيراً نحو صياغة ما يسمى بالميثولوجيا المصرية الشعبية، وبالتالي عبد الهادي الجزار كان واحداً من أهم الفنانين الذين اعتنوا بالأسطورة والميثولوجيا الشعبية وقدم لنا أعمالاً في غاية الروعة. طبعاً السريالية هي حركة فنية ظهرت الحقيقة في فرنسا تحديداً، وإظهرت في العقدين الثاني والثالث، يعني ما نقول في أواخر العشرينيات وامتدت الثلاثينات، ثم بعد كده امتدت يعني الأربعينات والخمسينات والستينات، وبعد ورحل من رحل، لكنها انتشرت بعد كده في أنحاء العالم بالكامل وتبناها فنانين من هنا وهناك، فما عادتش يعني قصرا هذا الاتجاه وهذه الحركة، ما عادتش هي بدأت حركة بس خلاص بقى شكلت اتجاه، لأنها اكتملت ونضجت واتسعت وانتشرت وتبناها أو انتمى إليها العديد من الفنانين في أنحاء مختلفة من دول العالم أجمع. يعني لما بنتكلم عن السريالية على طول بنذكر شخصيتين مهمين جدا، أندريا بريتون اللي هو المنظر الأساسي للسريالية، وسيجموند فرويد عالم النفس الشهير جدا. وأندريا بريتون بدأ يستخدم نظريات علم النفس وتفسير الأحلام في المنتج الفني، في إبداع الفنانين يفسروا على هذا النسق وعلى هذا الأساس. وكمان لأنه أندريا بريتون كان بيدرس ده لبعض الفنانين اللي هم أصيبوا في الحرب العالمية الأولى وأصيبوا فيها بإصابات بالغة أو أصيبوا بصدمات نفسية، فكان هو دايما يقعد يتكلم معاهم في المنطقة دي بالذات، فبقى متخصص في هذا المجال يعني. وهو بذكائه وبقوة شخصيته استطاع أنه يشكل مجموعة من الفنانين المهمين جدا اللي هم شكلوا الحقيقة عصب السريالية أو الحركة السريالية، يعني اللي أشهرهم على الإطلاق واللي دايما معظم الناس فاكرها سلفادور دالي. لكن إلى جانب سلفادور دالي في فنانين تانيين مهمين جدا في غاية الأهمية لا يقل قيمة ولا أهمية عن سلفادور دالي اللي كل الناس تسمع عنه في الغالب يعني، وهو أكثرهم شهرة في الغالب لأنه وهو أمضى وقت كبير جدا سنوات في أمريكا بعد الحرب الأهلية في إسبانيا.
المسرح السريالي كان له ظهور مبكر عندما استخدم غيوم أبولينير كلمة السريالية لأول مرة لوصف إحدى مسرحياته والتي تم تحويلها إلى أوبرا من قبل فرانسيس بولينك. وقد رفض أنطونين أرتو المنتمي للسريالية منذ وقت مبكر غالبية المسرح الغربي باعتباره انحرافاً عن الهدف الأصلي له، والذي ينبغي أن يكون تجربة باطنية وميتافيزيقية حسب رأيه. وأعرب عن اعتقاده بأن الخطاب العقلاني يتألف من الباطل والوهم، ونظر لشكل مسرحي جديد مباشر يربط بين العقل الباطن للممثلين والمشاهدين فيما يشبه طقس شعائري. وقد أنشأ أرتو مسرح القسوة، والذي يتم فيه التعبير عن المشاعر والانفعالات ليس فقط من خلال اللغة وإنما مادياً، مما يخلق رؤية أسطورية وأصيلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعالم الأحلام. وكان المخرج والكاتب المسرحي الإسباني فيدريكو غارثيا لوركا أحد أبرز ممارسي المسرح السريالي، خاصة في مسرحياته الجمهور عام 1930، وعندما تمر 5 سنوات عام 1931، ومسرحية بدون عنوان عام 1935. وهناك أيضاً مسرحيات سريالية أخرى مثل مسرحية أراغون ظهور إلى الجدار عام 1925، ومسرحيات روجر فيتريك من أسرار الحب عام 1927، وفيكتور أو الأطفال ينتصرون. ولقد تأثر العديد من الملحنين بالسريالية أو بأشخاص ينتمون للحركة السريالية في العشرينيات من القرن العشرين، وكان من ضمنهم أندري سوريس وأغار فاريزي، الذي صرح بأن عمله أركاناً هو عبارة عن تسلسل حلم. وارتبط سوريس بشكل خاص مع الحركة السريالية، حيث كان على علاقة وطيدة مع ماغريت، وعمل في منشور باول نوغ وداعا ماري، وألفت جيرمين تاليفير التي تنتمي للمجموعة الموسيقية الفرنسية لوسيس العديد من الأعمال التي يمكن اعتبارها مستوحاة من السريالية، بما في ذلك موسيقى بالي سيناريوليز دوهارم وأوبرا كتاب لفيليب ساوبالت. وعلى الرغم من أن بريتون في عام 1946 رد سلباً على موضوع الموسيقى السريالية في مقالته Silence is Gold، إلا أن السرياليين اللاحقين أظهروا اهتمامهم بالموضوع، مثل بول جارون الذي أوجد أوجه تشابه بين الارتجال في السريالية وموسيقى الجاز والبلوز، وقد بادله موسيقى الجاز والبلوز هذا الاهتمام. ومثال ذلك العرض الموسيقي لديفيد هوني بوي إدواردز في المعرض السريالي الدولي عام 1976. التاريخ يقوم على التراتبية الفكرية ويقوم على التراتبية المعرفية، أما فكرة النقد والتحليل تقوم على الكلية المتكاملة نحو تفسيرات فكرية ومضامين ذات أهمية. حتى في علوم الجمال نجد أن ذلك مهماً ومهماً للغاية. نتطرق أيضاً إلى فكرة أن سلفادور دالي في لوحاته أيضاً اهتموا، أو السرياليين بشكل عام اهتموا بالمضمون أكثر من اهتمامهم بالشكل. إذن الفن عندما يقوم على قضيتين أساسيتين، الكونسبت والكونستراكشن البنائية والكونسبت المحتوى، وبالتالي اهتمت السريالية على قيم المضمون أكثر من قيم الشكل. وده بيفضي بالفعل إلى أن هذا الفن أو تلك المدرسة أو هذا المذهب هو كان باحث في المضامين الفعلية داخل النفس البشرية. هو يذهب كثيراً إلى تحليل وتقعير النفس البشرية الحالمة ربما، أو التي في حالة من اليقظة ربما، أو في مرحلة ما تسمى بمرحلة الصعود إلى الأعلى، وحتى يمكن أن يسمى بالنوم الصناعي. ودي استعمل بعض الفنانين التشكيليين في العالم الذين اهتموا كثيراً بالسريالية بعالم الهلوسة، أخذوا عقارات قد تفضي بهم إلى مرحلة فصله عن الواقع، وبالتالي يتخيل لعناصر موجودة بعيدة كل البعد عن الواقع. واهتم كثيراً بالألوان، كانت الألوان في غاية من الأهمية. كانت الألوان عند السرياليين تميل إلى التدرج التلوين التاريخي، أي إضافة بعض اللمسات ذات أهمية في البراونات
كانت القضية مثيرة إلى الغاية لما يسمى باسترجاع أصل الإنسان إلى قيمة الأرض أو إلى ذلك التراب والخروج منه إلى السماوات العلى. ده كان ويعتمد إلى زرقة السماء الصافية في بعض الأعمال كثيرة أيضا عند سلفادور دالي وعند ماكس أرنست وعند ديشامب وكذلك مارك شاغال الذي صنع لنا لوحات في غاية من الأهمية. وأنا أحدث نوع من المقارنة القريبة جدا إلى ديشامب وفنان موجود يعيش معنا الآن اسمه مصطفى بط، اللي هي فكرة نسج السوريال، نسج القيم الأسطورية. عندما تنسج القيمة الأسطورية في لوحة تشعر بإزاء أنها خرجت عن النص المتعارف عليه والتقليدي وتصنع ذلك العالم الخاص بها دون أن في لحظة ما يشعر أن المتلقي أنها أصابه حالة من القلق أو الملل. في ماكس إيرنست، في بول ديلفو، في مان راي، في ريني ماجريت، في دي كيركو الإيطالي وميرو الإسباني. يعني الحقيقة لما أقعد أعدد الأسماء فهي كثيرة جدا. طيب نلاحظ أنه الأسماء دي في منهم الإيطالي وفي الفرنساوي وفي الألماني وفي الروسي وفي البلجيكي، يعني بيشكلوا من كل يعني أقطار أو بلدان أوروبا في ذاك الوقت منهم. إزاي يتجمعوا ويشكلوا هذه الحركة اللي طبعا زي ما ذكرت قبل كده قلت إن وراها كان أندريا بريتون. طب المدرسة دي بتعمل إيه؟ الفنانين دول على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بيعملوا إيه؟ طبعا من المفيد أو من الملاحظ إن كل فنان من دول كان قبل ما يبقى تبع المدرسة السريالية أو الاتجاه السريالي أو الحركة السريالية كان بينتمي لاتجاه آخر. إيه هو الاتجاه الآخر؟ يعني السريالية دي زي ما قلت إن ظهرت في تقريبا في منتصف العشرينات، يعني بدأ ظهرها في الفترة العقدين الأخير عشرينات والثلاثينات. لكن طب قبل كده كان في إيه؟ طبعا كان في التكعبية وكان في الدادية وفي المستقبلية وفي بعد كده التجريدية وفي المستقبلية إلى آخره.